أهلا بكم. تشهد مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة اعتصاما شعبيا مفتوحا منذ 25 يونيو الجاري للمطالبة بسحب الثكنات العسكرية التابعة للتحالف من المنشآت المدنية ورفع القيود عن الحركة التجارية وتشغيل مطار الغيضة. المعتصمون قالوا في بيان لهم إن اعتصامهم يهدف للحفاظ على السيادة الوطنية، مؤكدين أنهم مع دعم التحالف للشرعية لكنهم ضد ما أسموه تجاوزات التحالف في محافظتهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الأول، المطالب الشعبية لأبناء المهرة ومدى استجابة الشرعية لها، والثاني، تأثير تجاوزات الإمارات والسعودية في المهرة على العلاقة بين الشرعية والتحالف. طالب المعتصمون من أبناء المهرة الحكومة بسرعة بسط سلطة الدولة على المؤسسات الرسمية وإنهاء تواجد القوات العسكرية غير الرسمية في مطار الغيضة والمنافذ البرية والبحرية. وأكدوا في بيان لهم على ضرورة إشراف السلطة المحلية وقوات الأمن اليمنية على مطار الغيضة، محذرين من أن عدم التجاوب مع مطالبهم يعتبر تحديا للإرادة الشعبية. نشاهد هذا التقرير ونعود. في آخر بقعة من شرق اليمن يقف المئات من اليمنيين في اعتصام مفتوح للمطالبة بحفظ السيادة. يدرك الأهالي هنا أنهم قدروا هذه الأرض مثلما هي أيضا قدر لهم، وبالتالي فإن تواجد قوات غير يمنية لا يستقيم وأمزجتهم، خصوصا أن لا هدف واضحا لهذه القوات ولا مهام عسكرية مثلما يدعي التحالف العربي دوما. فهذه الأرض ظلت بمنأى عن الحرب وبعيدة عن مد الميليشيا القادمة من الشمال. المعتصمون عرفوا ما يقومون به بأنه تعبير حضاري مكفول بالدستور ومحمي بالقانون. أما الأهداف فحددوها بالحفاظ على السيادة أولا وإعادة فتح المنافذ والموانئ البرية والبحرية ثانيا ورفع القيود التي يفرضها التحالف على التجارة ثالثا. ومجمل هذه المطالب تصب في دعم السلطة الشرعية وتقوية نفوذها على الأرض حد تعبيرهم. هذا ما يعتمل حاليا في المحافظة. أما عن الأسباب التي قادت إليه فقد ابتدت القصة بقدوم قوات سعودية إلى المحافظة نهاية العام 2017، عززت بقوات أخرى سيطرت على المطار والمنافذ الحدودية. قدوم القوات السعودية تزامن مع أخبار عن إنشاء قاعدة عسكرية للمملكة هناك. التزامن أيضا كان مع وصول قوات إماراتية إلى جزيرة سقطرى القريبة من المهرة. ليبدو الأمر وكأن كل قطب من قطبي التحالف يبحث له عن نصيب من الأرض والنفوذ في مناطق السلم اليمنية. هذا الوضع جعل من هدف إعادة الشرعية اليمنية الذي أعلن عنه التحالف العربي بعيدا عن صنعاء عاصمة الانقلاب وقريبا من المهرة وسقطرى التي لم تصل إليهما القوة المنقلبة. ولك في هذه المقاربة أن تتأمل وتسأل: ما الذي يريده التحالف العربي من اليمن؟ جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن، الأمين العام للمنظمة الشبابية بالمهرة محمود ياسر. أهلا بك أستاذ محمود. أستاذ محمود تسمعوني؟ نعم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. إذا أستاذ محمود، أنت أحد الشخصيات الاجتماعية والمدنية في محافظة المهرة، كيف تتابع وتصف الاحتجاجات الشعبية الحالية في المحافظة؟ نعم. أن هذه تفضل أستاذ محمود، أرجو أن تسمعني من المشروع لهم. نعم، أرجو أن تسمعني من سماعة الهاتف بدلا من سماعة التلفزيون حتى يكون الصوت أوضح وأسرع أيضا. على الهاتف أنا الآن. تفضل. لأن هذا المطار، ألو، أسمعك بشكل واضح. ألو. تفضل. أبناء المهرة احتفظوا في اعتصام مفتوح لأن بدون المطار المشروعة تتمثل في فتح المطار وفتح المعابر، وكذلك أن تكون هناك سيادة لأبناء المهرة على أرضهم، وأن يكون أبناء المهرة
مع التحالف ومع التحالف ومع الدولة وليس ضد التحالف ومع الشرعية الدستورية، ولكن هناك مطالب يراد من التحالف والسلطة الشرعية أن ينفذوها، وهذه المطالب مشروعة. التحالف والسلطة المحلية أن تتجاوب لهذا الجانب. طيب هل تحدثنا بطبيعة الحال أستاذ محمود عن أبرز الجهات الاجتماعية المدنية التي تشارك في هذا الاعتصام الذي تقومون به؟ الاعتصام الموجود هنا هو اعتصام مفتوح لأبناء المحافظة بكافة طوائفهم وكافة شرائحهم وقبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية والقبلية. إن أبناء المهرة يحكمهم طبيعة قبلية سلمية، دائما يجنحوا إلى السلم، إلى التعايش، إلى مبدأ العيش بسلام، لا للتطرف، لا لتوزيع السلاح، لا للميليشيات، وأن يكون كل أمور الدولة تحت إطار الدولة الشرعية ليس خارج عنها. طيب في هذا السياق المعتصمون يتحدثون عن تجاوزات للتحالف بحق السيادة الوطنية، ما هي أبرز هذه التجاوزات؟ ما أبرز ما رصدتموه؟ تجاوزات في اغلاق المطار والمطار وبعض المعابر الحدوديه والبريه والبحريه وتحويلها الى معسكرات وسكنات عسكريه، هذه مؤسسات خدميه وطنيه محليه تنقل المسافرين، تنقل البضائع والموارد المحليه لابناء المحافظه، ويراد بها ان تكون في هذا الجانب فقط، تكون مؤسسات وطنيه محليه خاليه من السلاح، خاليه من السكنات العسكريه، لانها جهه للدخول الى المحافظه، وهذه المحافظه في فتره من الفترات كانت هي التي تستقبل في بدايه الحرب تستقبل جميع ابناء المحافظات الاخرى، وكانت واجهه لهم وبوابتهم الى الخارج من خلال هذه المعابر من خلال هذا المطار. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ محمود، ارحب بمن ينضم الينا الان من المهرة ايضا وكيل المحافظ الاستاذ علي سالم الحريزي، اهلا بك استاذ علي. نعم. وارجو منك ايضا استاذ علي ان تسمعني عبر سماعة الهاتف حتى لا يصل الصوت بشكل متاخر. استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. حياك الله. حياكم الله. إذن أستاذ علي، أكثر من 5 أيام تقريبا على اعتصام أبناء المهرة في الغيضة، كيف هو تعاملكم كجهات رسمية مع هذا الاعتصام؟ شكرا لك الأخ وجيه، وشكرا للمشاهدين. نحن بالحقيقة في الاعتصام أبناء محافظة المهرة، أبناء المهرة يريدون أن يكون لهم سيادة في إدارة أنفسهم عبر السلطة المحلية، لأن السلطة المحلية هي تمثل الشرعية، وبالتالي لما تجي قوى أخرى وتنصف هذه المؤسسات يكون الأمر ما عاد هناك سلطة، تكون هناك سلطات جديدة. نحن عندنا المهرة الآن معتصمين وأجوا من كل مختلف مناطق المحافظة، ليس رغبة في أنهم يطهروا أنفسهم أو أنهم ضد حد، ولكن رأوا أن مؤسساتهم الشرعية بدأت تنهار، وللأسف الشديد أن الأشقاء الموجودين في المملكة العربية السعودية يعني هم السبب الرئيسي والأول في عدم إعطاء للمؤسسات الشرعية الدعم أو حتى يتركوهم لإدارة أنفسهم مثل ما هم قبل مجيء القوات السعودية. الآن المحافظة أصبحت سكن عسكرية، يعني عسكرة المحافظة، المطار، المواني، كل شيء عبر المطار. والآن المعتصمين هم يقوموا بنشاطات وشعاراتهم معروفة وواضحة للناس، وهم مؤيدين الشرعية ومؤيدين التحالف ضمن الأهداف اللي أعلنت يعني إعادة شرعية. المعارة كلهم مؤيدين للشرعية، والجيش الوطني الموجود مع يعني مع الشرعيه، فايش المبرر ان تجي هذه القوات الى المهره، هذه المدرعات، هذه الحشود، المعسكرات؟ الحقيقه شيء غريب، ما كنا نتوقع من الشقه في المملكه انهم يعملونا بهذا الشكل، وما كنا مستعدين اصلا
فنحن نطالب الجميع ونطالب كل القنوات ونطالب فخامة الأخ الرئيس أن يخفوا عنا هذا الضغط وهذا التواجد العسكري. فبالحقيقة نحن نستغرب هذا كله. يعني أنتم مع المطالب التي يعني تأتي في هذه الاعتصامات في إطار تواجد يعني في إطار رفض تواجد قوات عسكرية غير رسمية في المنشآت المدنية وتوقف مطار الغيضة ووجود قيود على مفروضة على الحركة التجارية، أليس كذلك؟ صحيح، أنا رجل وكيل المحافظة لشؤون الصحراء. نعم تسمعني؟ نعم أسمعك بشكل واضح. أنا جزء من السلطة المحلية ونحن كلنا نؤيد المعتصمين لأنه مطالب سلمية ومطالب مشروعة ومحقق، ونحن أيضا نشجع هذا المطالب لأن احنا ما عاد في سلطة، الآن أصبحت السلطة المحلية والشبه منهارة. الآن العمل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لما أجوا واحد من دار المهرة، صحيح مع احترامي لأسرته الطيبة وقبيلته الطيبة، لكن هو رجل جابوه من أجل أن ينفذوا كل مشاريعهم من خلال هذه المحافظ اللي يسموه السلطة. أما السلطة عمليه في المحافظة سلطة منهارة ما في. نعم طيب، هل يعني تنظر يعني في سياق المطالب التي تم رفعها، هل تم رفع هذه المطالب قبل هذا الاعتصام يعني أستاذ علي، وحتى يعني تم عمل اعتصام لإحراز هذه المطالب أو لتحقيق هذه المطالب، أم أن هذا الأمر هو أول مرة تقومون برفع هذه المطالب سواء للتحالف أو للحكومة الشرعية؟ في الحقيقة حصل حراك بعد وصول القوات السعودية إلى المهرة، حصل حراك وحصل تفاهمات وحصل إلغاءات على أساس أنه المملكة تدعم السلطات الأمنية وتدعم المؤسسات ويكون السيادة في المنافذ والمطار والميناء بيد السلطة، لأنه هذا بتوفر شيء من يعني الحفاظ على مؤسسات شرعية. والتحالف أكيد هو أجا ويعلن عصف الحزم من أجل إعادة شرعية، ولهذا يعني صحيح نحن نظر للمملكة العربية السعودية والإمارات هي دولتان مفروض تدعم السلطات الشرعية في المهرة وغير كل المحافظات المحررة، لكن نشوف كل شيء عكس ياتي. التحالف في عدن، في حضرموت، في المهرة، عندما يجي التحالف السلطات الشرعية يهمشوها وتظهر يعني شخصيات جديدة معهم، ونحن بالحقيقة غير راضين وغير مقتنعين. وبالحقيقة التواجد العسكري يشكل غلق لابن المحافظة، ونطالب الشقاء في التحالف ونطالب خامة الأخ الرئيس أن يرفعوا عنا هذه يعني المصفحات والدبابات والقارة الأبتشي، وأن يخلونا ندير أنفسنا ابن المحافظة. أي إنسان غلطان ممكن يغيروه، الأخ الرئيس موجود ونعرفه جيدا ونحن معه. أي إنسان غلطان في السلطة المحلية يعاقب، أي تنسيق أمني في المنافذ أو أنه يخص التحالف تنسيق أمني يكون في قنوات محددة أمنية. أما بهذه الطريقة، هذه الطريقة ما حد يقبلها إطلاقا. ولهذا الاعتصام أتى بعد ما عرفنا انه ما في هناك تفاهمات، ما يمكن ان المحافظ الجديد اللي جابوه احنا بالحقيقه ما نعترف فيه محافظ، لانه انا شايف الوكلاء والهيئه الاداريه واللجنه الامنيه ما عاد باقي هو ولا مطار. فبالحقيقه الوضع صعب. انت تتحدث عن من استاذ علي؟ تتحدث عن طالب ابناء المحافظه؟ تتحدث عن المحافظ باكريت؟ ونسحبوا قواتهم. نعم، من تقصده هنا في حديثك عن المحافظ هو المحافظ راجح باكريت، أليس كذلك؟ نعم، هذا راجح باكريت مع احترامنا لأسرته، هو رجل مش في قد المسؤولية، هذا فتان وكل الناس يعرفوه، وهذا اللي هو يدمر الآن المؤسسات، تدمير منهج. فالشعب ما عاد سار وعمل هذا الاعصام إلا من أجل أن يحافظ على مؤسساته. ومن مصلحة الشرعية أن تحافظ على هذه المؤسسات. نعم. من مصلحة التحالف أن يحافظ على المؤسسات، لأن عندما تنتهي المؤسسات الأمنية يعني تكون فرضة خلاص أنت ما في باقي قوات سعودية تقتل يعني تحبس. هذا الكلام ما حد أصلا المنطق والعقل ما يقبل هذا الكلام. واضح. نعم. هذا الجماهير لأول مرة يعتصموا بين المعرة مطالبة
حددوا 6 نقاط وارسلوها الى سلطنه الاخ الرئيس، ارسلوا الى الاتحاد سلموها، والى الان احنا ما شفنا اي ردود بهذا ايجابيه. لكن المعتصمين حسب ما نفهم مصممين ان يعتصموا سلميا، ومن حقهم ونحن ندعمهم بكل ما نملك لانه احنا جزء منهم. جميل، طيب وضحت هذه الفكرة أستاذ علي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أرحب بمن ينضم إلينا الآن وهو أحد المشاركين في الاعتصام الشعبي بمحافظة المهرة، السيد علي مبارك بن محمد. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بك، حياكم الله. إذن في سياق الحديث عن الاعتصام وعن المطالب التي تتم في هذا الاعتصام، هل من ضغوط تأتي عليكم لإيقاف هذه الاعتصامات والاحتجاجات، ام انكم مستمرون فيها؟ نعم، هل ما سمعت. كنت سالتك حول يعني بطبيعه الاعتصامات التي تقوم بها، هل هناك اي ضغوط تمارس عليكم لانهاء هذه الاعتصامات؟ اولا احيي الشباب المعتصمين في الساحه، في ساحه الحريه، في ساعة الاعتصام، ساعة لا عنوانها وشعارها لا للتبعية والإلحاق والإقصاء والتهميش. طبعا بطبيعة الحال لكل اعتصامات ولكل حركات فتحصل من ردة فعل ومن ضغوطات ومن كثير من الكلام ومن ضغوطات خاصة من قبل السلطة بما فيها. لكن نحن المعتصمون نؤكد على سلمية اعتصامنا، اعتصام سلمي حضاري يكفله الدستور والقانون. لا نخرج عن هذه السلمية، ونحن المعتصمون كذلك نؤيد السلطة الشرعية برئاسة المشير عبد الله منصور هادي والتحالف العربي، لكن هناك تجاوزات، هذه التجاوزات لا يرضاها الشعب المهري ابدا بكافه شرائحه المجتمعيه والقبليه وكل الشباب. هنا خرج الشعب من اجل السياده الوطنيه ومن اجل النقاط الست التي اعلنوها للجميع وانه لا رجوع عنها حتى تتحقق هذه المطالب. مطالب شرعيه ومطالب ليس فيها اي من التطاول او من اي حاجه ثانيه تخص السياده او تخص السلطه المحليه مثلا او تجاوزات حقوقهم او صلاحياتهم، انما هي تصب في مصلحتهم وفي مصلحه السلطه المحليه، بما ان هناك وصايا عليهم وهناك ضغوطات تمارس على السلطه المحليه في المحافظه من قبل الدول الراعيه. ونحن نؤكد اعتصامنا انه اعتصام حتى تحقيق المطالب. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ علي مبارك. أعود إلى أستاذ محمود ياسر أمين عام المنظمة الشبابية بالمهرة. أستاذ محمود، يعني في سياق ما هو المتوقع أو ما هي الخطوات التالية بعد الاعتصام بالنسبة لكم أنتم في هذه الاعتصامات؟ والله يا بناء المهرة ما زال الآن في ساحات الاعتصام ويوجهون مطالبة من السلطة ولا التحالف الاستجابة لهذه المطالب. في حين أن لم يتم الاستجاب يكون لكل حدث حديث، يكون هناك أما بقاء الاستمرار في التصعيد في الاعتصام والآن تتم الاستجابة لهذه المطالب. استمرار في هذه الساعات والاعتصامات بشكل سلمي، وهذا حتى يتم الاستجابة لهم من قبل قوات التحالف والسلطة المحلية بالمحافظة. أشكرك إذن أستاذ محمود ياسر الأمين العام للمنظمة الشبابية، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. وأعود إلى أستاذ علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة. أستاذ علي، كنت يعني في سياق الحديث عن المطالب، هناك يعني نقطة تتحدث عن سحب الثكنات العسكرية التابعة للتحالف من المنشآت المدنية، هل تطلبون أنتم سحب كل قوات التحالف أم فقط تلك المتواجدة في منشآت مدنية بداخل محافظة المهرة؟ كرر السؤال مرة ثانية، ما سمعتك، صوت ضعيف شوية. نعم أستاذ علي، كنت أتحدث على أنه في سياق المطالب المعلنة هناك مطالبات بسحب الثكنات العسكرية التابعة للتحالف من المنشآت المدنية تحديدا، هل هذا الأمر يقتصر فقط، أقصد مطالبكم فقط على المنشآت المدنية أم من المحافظة بشكل عام؟
اخي العزيز، نحن بالحقيقه اول ما دخلوا الاشقاء الفريق السعودي الى المطار على ضوء توجيهات الفريق اول نائب رئيس الجمهوريه علي محسن حفظ الله، انه على اساس دعم لوجستي للجيش الوطني، ما يقول مكافحه التهريب اذا في هناك تهريب، يعني حسب ما يقولوا الناس، ونحن في مبالغه كبيره. الان الجيش الوطني مركن على جنب، والاشقاء في المملكه العربيه السعوديه لما جون اول مره قالوا نحن ما جيناكم كتحالف، جيناكم كسعوديين، ونحن موجودين، السلطه المحليه كلها موجوده، الامين العام، الوكيل الاول، واكثر من 40 شيخ في المطار قالوا نحن جينا كسعوديين وليس تحالف، وهذا الكلام مثبت. الان الاشقاء في الفريق السعودي الموجود عنده قوه هائله داخل المحافظه، يعني المحافظه كلها معسكرات من الغرب الى الشرق الى الصحراء، وهم الان اللي يديروا كل شيء من المطار، حتى الموظفين اللي في الجمارك، اذا كان الجمارك لا زال بيد الموظفين اليمنيين، هم اللي يسيطروا عليهم ويرعبوهم، اللي ما نفذ تعليماتهم على طول يشلها المطار والرياض ويدعوهم الى المطار. السلطه المحليه الان مهمشه تماما وبدات تنهار، يعني ما في هناك سلطه محليه. القوات الموجوده السعوديه بدات يعني تهمش كل السلطات. نحن مش ضد التحالف، نحن مع اهداف التحالف المعلنه، لكن للاسف الشديد انه دول التحالف خرجت عن اهدافها. مثلا سقطرى لما جاوا الاماراتيين ونزلوا الدبابات في المطار، اجت وساطه سعوديه سحبت الدبابات الاماراتيه، جت الدبابات السعوديه. طيب سقطرى فيها نظام الجيش الوطني، فيها محافظه مسيطر عليها الشرعيه، نشوف في اشياء تدور بالحقيقه، نحن نستغرب هذه الاشياء كلها. ابناء المعركه كلهم يدين للشرعيه والتحالف في ضمن الاهداف المعلنه، وما عندهم اي اشكاليه من عام 69 مرورا ب 86 احداث ربيعه، 13 يناير 94 من المحافظه هذه تستوعبوا كل ابناء المحافظات اليمنيه. ايش دعاهم الان ياتوا بهذه القوه العسكريه لنا؟ احنا كل المهره مستغربين، لكن الناس متخوفه ما حد يقدر يتكلم. ولهذا نحن نطالب القياده السعوديه بسحب قواتها من المهره، اذا هناك في تنسيق وفي هناك امور امنيه نحن نتفهم لهذا، في هناك جهات شرعيه، في هناك سلطات امنيه يكون التنسيق، لكن تدار المحافظه بايدي اليمنيين. نحن عندنا مش بالمهره بس، كل الموظفين من كل المحافظات، ما عندنا مشكله. اذا هذه الطريقه نحن بالحقيقه ابناء المهره ما يقبلون، لكن ما عندنا الا هذه المظاهرات السلميه، ما عندنا دبابات، ما عندنا طائرات. وضحت هذه النقاط، أشكرك أستاذ علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام، دكتور فيصل الحذيفي المحلل السياسي ينضم لنا عبر الهاتف، أهلا بك دكتور فيصل. أهلا أستاذ، مرحبا بك. حياكم الله دكتور فيصل. سمعت ما تفضل به وكيل محافظة المهرة علي سالم الحريزي حول طبيعة مطالب المعتصمين، وكذلك قبل ذلك الأستاذ محمود ياسر، وربما أيضا سمعت ما تفضل به الأستاذ علي مبارك. برأيك ما هي تأثيرات هذه التجاوزات في محافظة المهرة على طبيعة العلاقة بين الشرعية والتحالف في ظل التطور الحاصل مؤخرا بتواجد الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن؟ أولا لابد من تسجيل تحية واحترام لأبناء المهرة الذين يعطون درسا وطنيا لكل أبناء اليمن باعتبارهم اتخذوا موقفا وطنيا فيما ينبغي ان تتخذه في السلطه الشرعيه، وربما ايضا ان الاثر سيكون بالدفع ايجابيا نحو اعاده تصحيح العلاقه ما بين السلطه الشرعيه ودول التحالف من جهه، وكذلك اعاده الاعتبار للاهداف التي استدعوا من اجلها. يعني المهره ليست واقعه تحت سطوه الانقلاب الحوثي ولا التحالف العفاشي، ولا تحتاج إلى قوة سعودية وإماراتية، وإنما تحتاج إلى دعم تنموي. لا أدري إلى أي مدى هذه القوات تتحرك اعتسافا للسيادة الوطنية. هل استأذنت السعودية من السلطة الشرعية للسيطرة على المطار وعلى الميناء وعلى المنافذ؟ يعني بالتأكيد لا، لأنه لو كان هناك تنسيق مع السلطة الشرعية ربما لما سمح لهذه القوات ان تتواجد في هذه المناطق التي ليس فيها انقلاب. المناطق المطلوب تواجد هذه القوات هي مناطق المواجهات في البيضاء وفي الجوف وفي صعده وفي حدود السعوديه التي كل يوم تمطر بصواريخ وبهجومات من الحوثيين.
يعني للأسف الإخوة في التحالف لا يحسنون اتخاذ القرار، وبالتالي يستفزون مشاعر اليمنيين. يعني صبر الناس 4 سنوات وأبناء المهرة أبناء مسالمين، أبناء عبروا عن مطالبهم بشكل كلمي، أوصلوا رسالة للداخل كسلطة شرعية وللخارج كدول تحالف وللعالم كأمم متحدة، لأن هناك خروج عن الأهداف وهناك تعسف، والأثر ينبغي أن يكون واضح، أن ينبغي على السعودية أن تلتقط هذه الرسالات لإعادة تعديل العلاقة بينها وبين السلطة الشرعية للاستجابة لمطالب هؤلاء الناس. يعني هم أتوا بمساعدة لهم، عليهم أن يمدوهم بالكهرباء، بالجامعة، بالمدارس، بالطرقات، بالمياه، بحيث يعبروا عن العلاقة الودية التي ينبغي أن نشكرهم عليها، ولا ينبغي أن يتعصفوا حتى يصبح هناك استفزاز وغضب شعبي وأيضا موقف عدائي من المواطنين اليمنيين الذين أجبروا على اتخاذ مثل هذه المواقف بسبب سوء القرارات من دول التحالف. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أعود إلى أستاذ علي مبارك بن محمد أحد المشاركين في الاعتصام. أستاذ علي، يعني فيما إذا تم الآن حديث عن مثلا تغيير المحافظ أو يعني خروج مثل هكذا قوات، ما الذي سيمثل لكم استجابة للمطالب التي خرجتم بها؟ هل يمكن الحديث على تغيير رأس السلطة المحلية سيكون بمثابة انفراج لهذه الأزمة؟ لم يستمع صوت ما واضح. كنت أسألك أستاذ علي، ما الذي يمكن سؤال. نعم، ما الذي يمكن أن يمثل انفراج للأزمة في المهرة؟ هل يمكن اعتبار تغيير رأس السلطة المحلية إذا كانت عليه ملاحظات كما كان يتحدث وكيل المحافظة علي سالم الحريزي أن يمثل انفراج لهذه الأزمة أو الاعتصامات؟ ليس تغيير فحسب. إذا أرادت الشرعية النظر في مطالبنا بإمكانها حتى في وجود المحافظة الحالي أو في تغيير المحافظة هذا أن تحقق لنا المطالب المنشودة، وإذا تحققت المطالب فالشعب هو له هذه المطالب، ليس له أطماع أخرى. خرج الجماهير وخرج المعتصمون من أجل السيادة الوطنية، فإذا تحققت من أي جهة كانت سواء من القوات السعودية أو قوات التحالف أنها انسحبت من المحافظة وسلمتها لأبنائها فبها ونعمة وانتهت المشكلة، أو حتى بتغيير المحافظ وإن أتى محافظ آخر، وإذا حتى ولو تغير المحافظ وأتى محافظ آخر وبنفس الثقة فالشعب لا يزال في الساحة، مفهوم، ليس ما بيتحرك من الساحة حتى تتحقق المطالب. أشكرك. إذن نعم، طبعا تصعيد للجماهير وللمعتصمين حتى تتحقق مطالبهم. هناك سيادة، هناك شعب، الشعب المهري شعب لا يرضى بالتهميش ولا يرضى بالإقصاء، شعب مجتمع متماسك ومجتمع قبلي لا يرجع لأي أحد كان، فمطالبهم مشروعة ومطالبهم واضحة ومؤكدة، حتى أنه اليوم ما ظهر أي تمديد أو أي ديان من قبل لا السلطة المحلية في المحافظة ولا حتى الشرعية، لأنهم عارفين أن هذه مطالب شرعية ومطالب تصب في مصلحتهم. لا، ما تعارض المطالب، لا تعارض لا سواء السلطة ولا الشرعية. وضحت هذه النقطة. أشكرك إذن أستاذ علي مبارك بن محمد أحد المشاركين في الاعتصام الشعبي بمحافظة المرأة، كنت معنا عبر الهاتف من الغيضة. بالعودة إليك دكتور فيصل، وبسؤال أخير، برأيك هل الشرعية قادرة على يعني تحقيق توازن في سياق المطالب الشعبية المتكررة في سياق التأكيد على السيادة الوطنية سواء في سقطرة أو في المهرة الآن، وبين علاقتها مع التحالف وطبيعة المرحلة الصعبة التي تجري فيها الأمور في اليمن؟ طبعا الاحتشاد الشعبي بهذا الشكل كما هو حاصل في المهرة وكما حصل في سقطرة هو يعطي أو يمنح السلطة الشرعية دعما شعبيا بإمكانها أن تعيد ترتيب علاقاتها مع دول التحالف للاستجابة لهذه المطالب، وأنا أعتقد هذه المطالب تعتبر ذو ثقل غير عادلة، لأنها تعطي رسائل للداخل والخارج والأمم المتحدة، ويشكل تواجد هذه القوات عدوان أو ينبئ عن مطامع، لأنه وجودها في غير محله. لو كان وجودها في مناطق المواجهات لكان منسجما مع أهداف دول التحالف، ولكن أن توجد قوات إماراتية في سقطرة أو قوات سعودية في المهرة
في أمكنة في محافظات ليس فيها أي وجود لدول للانقلابيين، إنما ينبع عن مطامع السعودية والإمارات في هذه الجغرافيا المحررة والتي تبحث عن دعم تنموي أكثر من احتلال توضحه وتواجد مثل هذه القوات، وليست حتى تواجد هذه القوات من المستغرب البجاحة في وجود هذه القوات أنها لا توجد حتى في أرجاء واسعة من الجغرافيا المهرية، يعني محافظة المهرة محافظة كبيرة بإمكان هذه القوات أن توجد في أي مكان كجانب احتياطي، ولكن تهيمن على أهم منازل سيادية على السلطة المحلية والسلطة الشرعية، المطار، مبنى المحافظة، الموانئ، المناسب البرية، يعني هناك تعسف واضح. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه التجمعات الجماهيرية الوطنية من أبناء محافظة مارة هي تدعم السلطة الشرعية في اتخاذ قرار مناسب لإعادة تصحيح العلاقة بين الطرفين. أشكرك دكتور فيصل الحديثي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة منتج الحلقة، وتحياتي أنا وجيه السمان، في أمان الله.